بجدد الترحيب بضيف اللي منورني كابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. طيب طالما جت الصفقات، الصفقات دي جبتوها ازاي؟ على هوا كابتن حسين السيد، على هوا كابتن أحمد سليمان، على هوا أعضاء المجلس، ولا بالاتفاق مع معتمد جمال، ولا جت ازاي خاصة إن الكابتن معتمد جمال مشي؟ لا، كان في اعداد قبل ما نبتدي نتحرك بمده طويله جدا مع معتمد جمال، واحنا مع بعض يعني مش واحد بس اللي كان بيقوم بالتفاوض، يعني كانت مجموعه. كان الكابتن حسين طبعا هنقول الهيد كوتش بتاع المجموعه، جميل. وكابتن احمد سليمان وحسين السيد، وفي بعض العناصر من افراد من مجلس الاداره احتجنا لهم في اوقات معينه، في فترات معينة يتدخلوا بأسلوب معين في أعضاء مجلس الإدارة. مع إن هم ما لهمش في الكورة، بس احتاجنا برضو ولو حتى كان بالرأي للمشاركة. إنما كنا بنحتاج في بعضهم، يعني واحد زي هاني شكري مثلا كان ليه دور في بعض الصفقات، كان ليه دور، والمهندس هاني بيرزي كان ليه دور، عمرو أدهم كان ليه أدوار دور. أدوار مادية ولا أدوار فنية ولا أدوار إيه؟ فنية وانك تخش تأدي غرض معين في مفاوضات، تتكلم يعني تتكلم وتتفاوض وتخش تبلغ رسالة او تعمل مرحلة ما مع لعيب معين. لان هي كانت متقسمة زي شوبير، يعني انا مثلا علاقتي بشوبير كويس كحسين السيد، فمن باب اولى ان انا اللي ايه امسك الملف ده. اسمها ايه المباشر الاولي او الفعلي، العلاقه المباشره تبقى بيني وبين اللعيب، وانا اللي اكمل التفاوض. وكذلك احمد سليمان، وكذلك بعض الناس الثانيه. كان في لعيب برضو بدون ذكر اسامي، كان مثلا علاقته كويسه بهاني شكري، او الوكيل بتاعه علاقته كويسه بهاني شكري، او النادي بتاعي ممكن انا اكون علاقتي بيه كويسه، او كابتن حسين علاقته كويسه بالانديه. فهي كانت الفكره كلها مين علاقته بالاطراف اللي احنا بنتكلم فيها، سواء لعيب او وكيل او النادي. دول الاطراف اللي متفاوض معاهم وبتدي نتحرك، فكانت بتتقسم على هذا الاساس. اكتر صفقه تعبتكم؟ والله يعني بص، مع الانديه كانت عبد الله السعيد بالتاكيد. مع الافراد، لان كان فيهم ناس مباشره، كان احمد حمدي مع حمدي مباشر كانت فيه مشكله. لا، كان اخوه اللهم صل على النبي حسام، كان قايم بدور البطوله وكيل اعماله. بس انا عارف ان انتوا يعني خفضتوا المبلغ جدا. احنا كان عندنا سقف، كان عندنا رينج بنتراوح بيه بدون ارقام يعني، انما احنا ما كناش. انا عندي ارقام والله، بس ما احبش اقولها، هحاولها لك انت في الفاصل. لا، قول واقول لك اذا كانت صح ولا غلط. انت عارف انه احمد 4 مليون لاخر السنه، وان عبد الله السعيد 6 مليون بقيت هذا الموسم، وان الموسم لن يزيد بالكامل عن 9 مليون جنيه. انت الرقم ده اللي هو مفيش حد اتعدى 9 مليون، ده طيب. اكبر رقم عندنا، وده كان سقف اللي احنا حاطينه لاي حد ايا كان. ودي كانت مشكله المشاكل. طيب. مش مشكله المشاكل، الناس كانت شوبير داخله مش عارفه الاوضاع. طيب. فانا كنت، انا بكلمك بمنتهى الامانه والله. طيب. شوبير طبعًا. انا كان قعدت مع بتاع من العشرة دول مثلا، قعدت مع 6. تعالوا كويس. كنت بقول لهم كلمتين قبل القعده شويه بمنتهى الامانه، قلت لهم بصوا يا جماعه، يعني انا بقعد اتفاوض مع حد بقول له بص، انت لو عايز تلعب وتعمل اسم وتاريخ وسمعه لنفسك، فانت ما قدامكش غير حتتين، يا زمالك يا اهلي. مظبوط، ده المنطق. انما لو عايز تعمل فلوس، فانا بقول لك انا كحسين السيد عندك النادي الفلاني والنادي الفلاني، لو انت عايز تعمل فلوس حلو، غير كده نكمل القعده يا نفضها سيره وما نكملش. حلو. احنا عندنا سقف، عندنا رينج بنتراوح من كذا لكذا، هو ده اللي بنتكلم فيه. لو بلاقي حد بيشت بقى، هو من حقه ان هو يتكلم ويقول الارقام اللي هو عايزها، هو او وكيله. ده حقه وحق الوكيل او شغل الوكيل وانا ما تزعلش مني برضه. انا بقول لك ارقامي 1 2 3. خد وقتك وفكر وانا موجود، انما انا من واجبي ان انا بنصحك او بوجهك، بغض النظر عن الوكيل وجهه نظره ايه او رؤيته ايه. انا بقول لك رؤيتي، انت لو عايز تتكلم على فلوس فالفلوس تتعمل في الحته الفلانيه، لو عايز تعمل تاريخ وسمعه التاريخ والسمعه يتعمل في الحته الفلانيه. في 2 صبحي، محمد صبحي اخباره ايه؟ موجود عندنا اهو لغايه شهر 6. ما انا عارف انه موجود، حضرتك فاضل له 4 شهور. طيب ايه المشكله؟ والراجل حارس مرمى المنتخب. وعندك محمد عواد، وعندك محمد صبحي، والولاد التانيين ما شاء الله. مفيش مشكلة في صبحي ولا عواد، دول ولاد نادي الزمالك. وهما زملكاوية في الأصل، وبعدين يعني مش هتك على حتة الزملكاوية دي برضه، يعني قوي في عصر الاحتراف. هما بيحبوا النادي الزمالك، وهما وجودهم في نادي الزمالك، وتاريخهم واسمهم يتعمل في نادي الزمالك، وإن شاء الله يكملوا في نادي الزمالك.